السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الدروس ديال لاناليز 2. غادي نشوفوا اول درس اللي هو الانتيغرال، غادي نشوفوا المفهوم ديال الانتيغرال الو التكامل اللي ديجا نتوما قريتوه في الباك. غادي نشوفوا منين جا الاصل ديالو وعلاش كنقولوا ان الانتيغرال هو كنخدموه في حساب ديال المساحات. الو اول حاجه غادي نشوفوا باغ اكزومبل واحد لا فونكسيون ديالنا اف دو اكس. هاد لا فونكسيون اف دو اكس هذا هو لا كورب ديالنا، مثلا هذا هو سي دو اف، مفهوم؟ الو عندنا واحد لو بوين ا وعندنا واحد لو بوين بي. الو لو بوين ا كتعطينا اف دو ا، ولو بوين بي كتعطينا اف دو بي. الو كما كتعرفوا الانتيغرال كنقولوا ان الانتيغرال ديال ا بي ديال اف دو اكس دي دو اكس هو هاد ليغ هذا كومبريز اونتر هاد لاكور و لاكس دي زابسيس، مفهوم؟ الو هذا هو الانتيغرال اللي كنقولوا كي شنو هو الاصل ديال هاد الانتيغرال وفين جا. الو علاش كنقولوا الانتيغرال من ا بي اف دو اكس دي دو اكس هو هاد المساحه هادي. الو انطلقنا من واحد لا سوم اللي كتسمى لا سوم دو ريمان. الو هاد لا سوم شنو كتقول لينا؟ كتقول لينا ان الانتيغرال دو ا بي ديال اف دو اكس دي دو اكس اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هي واحد لا سوم ديما لانتيغرال، هي واحد لا سوم كونتيني، هي واحد لا سوم ديسكري، مفهوم؟ ديما لانتيغرال كنمشيو من واحد ديستريبيسيون اللي هي كونتيني لواحد ديستريبيسيون اللي هي ديسكري. دالوغ دائما باش نفهم واحد الحاجه اللي هي كونتيني خاصنا نشوفوها و بوان دو في ديسكري، يعني نشوفوها من ناحيه ديال هاد لا سوم. باش نقولوا هاد لا سوم هي واحد لا سوم ديسكري، لانتيغرال هي واحد لا سوم كونتيني. هما الاخوان الو كنقولوا ان هي واحد لا ليميت quand n tend vers plus l'infini de p moins a sur n. Alors, je vais vous montrer comment on fait la somme de Riemann. Alors, la limite de n tend vers plus l'infini de p moins a sur n, la somme, les rectangles, la somme discrète, de quoi allant de 1 jusqu'à n, dl f de a plus k p moins a sur n. الو غادي هي اللي كنقولوا انها كتساوي لنا لانتيغرال دو ا ب ديال اف دو اكس دي دو اكس. الو كيفاش؟ الو غادي نشرح لكم كيفاش. الو غادي ناخذ هذه هي لا فونكسيون ديالنا باش تفهموا مزيان، حيت دابا اون فوا غتفهموا هذه غتفهموا المفهوم ديال لانتيغرال. الو غادي نتابعوا معايا باش تفهموا هاد ليكريتور ديال لي سونطور. هنا الو فاش كناخذ واحد لا كورب هو هذا كما قلت لكم قبيله، هذه هي لو بوين ا وهذه هي لو بوين بي. الو غادي ناخذ دابا هنا غادي ناخذ غير هذه الكتابه اف دو ا بليس كا بي موانز سيغ ان كا الون دو ان جيسكا ان. الو البروميير ايتيراسيون هي كا ايتيغال ا ان. شنو هي كا ايتيغال ا ان؟ يعني اف دو ا بليس ان فوا بي موانز سيغ ان، يعني اف دو ا هي ا بليس هاد بي موانزا. شناهي بي موانزا؟ بي موانزا هي هادي، هي هاد لا ديستونس، هادي هي بي موانزا. فاش كنديرو بي موانزا سيغ ان، يعني هاد بي موانزا هاد لا ديستونس قسمناها ان فوا. الو غادي هادي هي غنعتبرو هادي هي بي موانزا سيغ ان. الو هي هادي معناتها هنا بي موانزا سيغ ان. الو هاد البوان هادي اش كتساوي؟ كتساوي لنا ا بليس بي موانزا سيغ ان. فاش كناخذو هاد البوان هادي هي ا بليس دو بي موانز افير ان، يعني زائد جوج هادي زائد ثلاثة زائد ربعة، حتى هنا ا بليس ان فوا بي موانز افير ان عطاتنا بي، مفهوم الاخوان؟ الو خدينا دابا هاد البوان هادي هي ا بليس واحد فوا بي موانز افير ان، يعني ا بليس بي موانز افير ان هي هادي. اف ديال هاد البوان ديال ا بليس بي موانز افير ان هي هادي، هادي هي اف، هي هادي هادي هي البخومييغ ايتيغاسيون كا الون دو. الدوزيام ايتيغاسيون كا ايتيغال ا دو هي اف دو ا بليس دو فوا بي موانز ا سيغ ان، هي هادي هاد البوان هادي هي ا بليس دو فوا بي موانز ا سيغ ان. علاش؟ حيت زدنا جوج ديال القطع ديال بي موانز ا سيغ ان، زدنا هي الاولى زدنا التانية، يعني ا بليس جوج بي موانز ا سيغ ان، فهم هادي هي اف دو بي موانز ا بي ان، اف تخوا بي موانز ا سيغ ان، اف كاتر بي موانز ا سيغ ان، تا نوصلو ال اف ان بي موانز سيغ ان.
يعني شنو هي هاد لا صوم دابا؟ جمعنا هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي، وفشحال فاش ضربناها؟ ضربناها في بي موان زا سي ان. شنو هي بي موان زا سي ان؟ شنو قلت لكم؟ قلت لكم هي هاد القطعة. فاش غنضرب هادي وهادي وهادي غنضربهم في هاد القطعة، يعني بحال ضربت هادي ضربتها في هاد ليستونس بي موان زا سي ان، بليس هادي ضربتها في بي موان زا سي ان، بليس هادي ضربتها في بي موان زا سي ان، في الاخر غادي نلقاو هاد لي غبالاي. ولكن هنا كاينه واحد ان طون فيغ بليس لانفيني. شنو هي ان طون فيغ بليس لانفيني؟ هانتوما انتبهوا مزيان، غادي نعاود نرسم نفس لاكوب هنايا. علاش قلنا ضروري؟ حيت ضروري هاد ان طون فيغ بليس لانفيني هي اللي غتعطينا هاد لانتيغرال دو ا. حيت دابا هنا فاش خدينا هاد ان ماشي طون فيغ بليس لانفيني، هادي راه ما غاتساويش هاد لانتيغرال، غي كيلكو اكسيبسيون بخي. علاش؟ حيت فاش غنديرو هاد لا ديستونس في هادي غتعطينا هاد الهيستوغرام، نقول الهيستوغرام، يعني كيبقى لنا هاد ليغور هنا، هادي عاوتاني كتاخد لنا مفهوم، يعني هادي عاوتاني هنا غتاخد. حيت دائما فاش كنضرب هاد في بي موان زا سي ان كتعطينا هاد المساحة المربعة، ولكن حنا عندنا لا كورب دايرة، عندنا واحد لاك هنا، يعني ما غاديش نلقاو بالضبط انها لانتيغال دو ا سي بي، ولكن خاص تكون عندنا لا ليميت كونتين طون فيغ بليس لانفيني. غنشرح لكم كيفاش. الوغ دابا غناخد واحد لا كورب نيس هنايا، غناخد ا هي هادي وغناخد بي هي هادي. الوغ انتوما، الوغ الى قلنا ان طون فيغ بليس لانفيني، شناهي ان طون فيغ بليس لانفيني؟ يعني هاد بي موانزا هي هادي، قلنا هادي هي بي موانزا. الوغ الى قلنا بي موانزا سيغ ان، ان طون فيغ بليس لانفيني هاد بي موانزا قسمناها بزاف ديال المرات، يعني ا بليس البخومييغ ايتيغاسيون هاد بي موانزا قسمناها سيغ ان، قسمناها على فهمتي هاديك ديك ان طون فيغ بليس لانفيني، يعني بي موانزا بحال قسمتيها على بليس لانفيني، يعني غتلقى واحد العدد اللي صغير بزاف، يعني ا بليس واحد العدد اللي صغير بزاف. يعني غادي نلقاو هادي البخومييغ ايتيغاسيون، الدوزيام ايتيغاسيون هي هادي اف بليس 2 بي موانزا سير ان، اف بليس 3 بي موانزا سير ان، اف بليس 4 بي موانزا سير ان. غادي تبقى غادي غتبقى غادي تتلقى ان غير هاد لاسوم هادي عطاتنا واحد داك لي غبالي، عطاتنا هاد لانتيغرال، داك الشيء اش كنقولوا انها كتساوي لانتيغرال دو ا بي ديال اف دو اكس دي دو اكس. الوغ دابا شنو شرحت لكم؟ شرحت لكم دابا انا غير هاد ليكريتور اللي كنقول تسمى السوم دو ريمان، من واحد لاسوم اللي هي ديسكري وواحد لاسوم اللي هي كونتيني. الوغ دابا غادي ناتاكيو لو كور ديالنا. الوغ اول حاجه انطلاقا من هاد ليكريتور دابا اللي درنا هنا، اللي قلنا ان لا ليميت كونتين طون فيغ بليس لانفيني ديال بي موانزا سير ان ديال لا سوم اللي هي ديسكري دوكا الون دو ان جيسكا ان ديال اف دو ان بليس ك بي موانزا سير ان، شحال كتساوي لينا؟ قلنا كتساوي انتيغرال دو ا تال بي اف دو اكس دي دو اكس. الوغ الا قلت لك دابا نحسب ليا كالكولي واحد لا ليميت كونتين طون فيغ بليس لانفيني ديال لا سوم دوكا الون دو ان جيسكا ان ديال ان سير ان او كاري بليس كا او كاري. الوغ نحسب ليا انطلاقا من هاد الغومارك هادي، حسب ليا هاد لا سوم هادي، عين الى شفتو نفس ليكريتور ال ان طون فيغ بليس لانفيني ليتيغاسيون بادية من ان تر ان، يعني ما عندناش مشكل، يعني اي سوفي انا نحولو هاد ليكريتور غادي نحولها لواحد لا فونكسيون باش نحولها لانتيغرال من ا تر بي اف دو زيد، مفهوم؟ يعني اي سوفي انا نلقاو هاد لا فونكسيون شحال كتساوي. الوغ دائما باش نلقاو لا فونكسيون خاصنا نخرجو واحد ان على برا كي غنديرو ليها، يعني هاد لا سوم هادي يعني كتعطينا ليميت ديال ان طون فيغ بليس لانفيني ديال لا سوم دوكا الون دو ان جيسكا ان. غنعملو ان هنايا، هنا غنعملو بان او كاري، ان او كاري عامل لي ان بليس كا سير ان كا او كاري سير ان او كاري، مفهوم؟ الو شحال كتساوي؟ كتساوي ليميت ديال ان طون فيغ بليس لانفيني هاد ان او كاري اللي عملت هنا تبقى لي ان سير ان، غنخرجها على برا حيت متعلقاش هي بكا، اي حاجة متعلقة بكا كتبقى هنايا، اي حاجة متعلقاش بكا ممكن تخرج، يعني ان سير ان لا سوم دوكا الون دو ان جيسكا ان ديال ان سير ان بليس كا او كا كا سير ان الكل كار. الوغ غادي باينة، غادي باينة لا فونكسيون، غادي يسيفي انا نعتبرو اف دو اكس هي ان سير ان بليس اكس او كار. الوغ كيما كتلاحظو هنايا عندنا ان سير ان، هنا عندنا بي موانزا سير ان، الوغ هاد ان هي بي موانزا، غنعتبرو بي هي واحد و ا هي زيرو، يعني واحد ناقص زيرو تعطينا واحد، مفهوم؟ يعني يسيفي اننا نعتبرو بي تيكالا ان و تيكالا زيرو.
الوغ كيفاش ممكن اننا نكسبو هادي؟ غادي نديرو لا ليميت كونتين طون فيغ بليس لانفيني ديال ان موان زيرو سير ان، هي هاد الاول حيدنا علينا لا صوم دوكا الون دو زيرو جيسكا ان ديال اف ا هي زيرو بليس كا بي موان زا هي ان موان زيرو سير ان. الوغ هاد كا اف دو زيرو بليس كا ان موان زيرو سير ان، يعني بحال قلتي اف دو كا سير ان، اف دو كا سير ان الى عوضنا هنا اكس بكا سير ان عطاتنا ان سير ان بليس كا سير ان الكل كا، يعني غنطيحو في هادي، يعني هادي راه هي هادي، وهادي الى جينا لهاد القاعده هادي غنلقاو هي الانتيغرال من ا هي زيرو بي هي ان اف دو اكس هي شناهي اف دو اكس ان سير ان بليس اكس او كاري دي دو اكس، والانتيغرال ديال شناهي ديال هادي شناهي هي لارك طونجونت entre 0 et 1 il y a l'arc tangente ديال 1 moins l'arc tangente ديال 0. L'arc tangente ديال 1 شحال كتساوي هي بي سير 4. L'arc tangente ديال 0 هي 0. علاش l'arc tangente ديال 1 هي بي سير 4؟ حيت tangente ديال بي سير 4 هي 1. الو l'arc tangente ديال 1 هي بي سير 4 مفهوم؟ الو هاد لا سوم هادي مفهوم كنت تلقاو كتساوي بي سير 4. الو هادي غير كيعاود كا ابليكاسيون ديريكت ديال هاد ديال هاد لا سوم. الو دابا غادي نشوفو لي بروبريتي ديال الانتيغرال ديالنا ديال لي فونكسيون انتيغراب. الو هاد لي بروبريتي هما لي خاصكم تعقلو عليهم. الو الا كانت عندنا اف اي جي بجوهم انتيغراب اوتوماتيكمون اف بليس جي فو اف فو جي سون انتيغراب. الا كانت عندنا الانتيغرال دو ا b f de t d de t automatiquement est égal à moins l'intégrale b a f de t d de t. علاش الا بدينا من ا تال بي ماشي هي اللي بدينا من بي بالطبع، غادي يكون داك لا صوم معكوسه. الوغ تما فاش جات لو سين موا دابا غادي نشوفو الانتيغرال دو ا ب اف دو تي د دو تي. غادي ندخلو واحد سي كيل كو سوا سي ابارتيان هاد الانتيغرال ا بي، غادي نلقاو بلي ايكال ا سي اف دو تي دي تي بليس الانتيغرال دو سي جيسكا بي ديال اف دو تي دي دو تي. الا كانت اف سي بيرور ايكال ا زيرو، الا كانت عندنا واحد لا فونكسيون اللي هي بوزيتيف اوتوماتيكمون الانتيغرال ديال ا بي ديال اف دو تي دي دو تي غتعطينا سي بيرور ايكال ا زيرو. علاش؟ حيت عندنا حيت قلنا شنو هو الانتيغرال هو هاد لاكورب، الا كان عندنا هاد لا فونكسيون بوزيتيف اونتر ا اي بي الوغ تا هاد الانتيغرال هاد لا سيرفاس هادي غتكون بوزيتيف اونتر ا اي بي، حيت قلنا الانتيغرال هو التكامل ديال هاد لا سيرفاس ماشي بحال كانت عندنا واحد لا فونكسيون اللي هي نيجاتيف. مفهوم؟ الوغ اف الا كانت عندنا اف سي بيريور جي اوتوماتيكمون الانتيغرال دو ا بي اف دو اكس d de x supérieur ou égal à l'intégrale de ap g de x d de x. Nous faisons maintenant f supérieur g, l'intégrale de f supérieur l'intégrale de g. Alors, là, on va changer la règle. Yani f moins g, autrement f supérieur g, yani f moins g supérieur ou égal à 0. Alors, l'intégrale de f moins g d de t. باش نقول لها كانت اف سي بيرو على زيرو الانتيغرال ديال اف سي بيرو على زيرو، اف موان جي سي بيرو على زيرو الانتيغرال ديالها سي بيرو على زيرو، والانتيغرال ديالها هادي شنو قلنا في القاعده الاولى اف الا كانت اف في جي انتيغرال يعني اف بليس جي سون انتيغرابل. الوغ شنو كتعني؟ يعني الانتيغرال ديال اف دو تي دي دو تي موان الانتيغرال ديال جي دو تي دي دو تي سي بيرو على زيرو. الوغ هادي الانتيغرال ديالها هادي غنديو دي يعني سي بيرو، مفهوم؟ يعني غنلقاو الانتيغرال ديال اف سي بيرو الانتيغرال ديال جي. الوغ دابا ليكزيستونس ديال لي فونكسيون انتيغرابل، اولا توت فونكسيون كونتيني توت فونكسيون كونتيني اي فونكسيون كونتيني اي انتيغرابل، توت فونكسيون كونتيني اي انتيغرابل او توت فونكسيون مونوتون هي انتيغرابل. الو دابا نشوفو واحد لا تيوريم، واحد لا تيوريم دو لا مويان. شنو هي لا تيوريم دو لا مويان؟
théorème de la moyenne. Alors, شنو هي لا تيوريم؟ الو اول حاجه اذا كانت عندنا اف كونتيني سي ابي، ثاني حاجه اذا كانت عندنا واحد لا فونكسيون اخرى جي اي بوزيتيف او بوري او انتيغابل سي ابي، يعني هذوما لي كونديسيون. اول حاجه اف كونتيني سي ا بي جي بوزيتيف بوغني انتيغابل سي ا بي. الو لا تيوم ديال المويه كتقولنا ايل اكزيست ان سيغتان سي ا بارتي ان ا بي تلك لانتيغال دو ا بي اف دو تي جي. ديما البروبليم اللي عندنا هو البرودوي ديال دو فون ديال دو فونكسيون، يعني لانتيغال ديال اف دو تي جي دي ماشي هو لانتيغال ديال اف دو تي فوا لانتيغال ديال، لا كاين فرق. يعني الانتيغرال ديال ا جيسكا بي اف دو تي جي دي ايتيغالا هاد لا فونكسيون اللي عندنا كونتيني سير ا بي واحد لا فالور مويان ديالها اف دو سي فوا الانتيغرال دو ا بي هي جي دو تي فوا دي دو تي. الوغ هادي هي لا تيوريم دو لا مويان. الوغ انطلاقا من هاد التيوريم ممكن لينا اننا نجبنو واحد الكوغولير. شنو هاد الكوغولير؟ يعني ممكن لينا نجبدو شنو هي لا فونكسيون واحد لا فالور مويان ديال لا فونكسيون اكوا ايتيغال. هنا فاش خدمناها في الالكتريسيتي كنجبدوا الكورون افكتيف الكورون مفهوم هنا من هاد لا تيوريم. الو الا كانت عندنا اف اي كونتيني سي ا بي اوتوماتيكمون الي اكزيست ان سيغتان سي ا بارتي ان ا بي تيل كو اف دو سي هادي هي لا فالور موين ديال اون فونكسيون اكون ايتيغال ا سي بي موانز ان. إلا كانت عندنا إين فونكسيون بيريوديك كتكون انسيرتي على لا بيريود أنا انسير بي موانز يعني لا فالور موين أونتر أ إي بي ديال لا فونكسيون إف أونتر أ إي بي لانتيغال دو أ بي إف دو تي دو تي هادي هي لا فالور موين ديال واحد لا فونكسيون. ألوغ هادي خاص تعقلو عليها. إلا كانت عندنا واحد لا فونكسيون بيريوديك اللي هي السينيس ولا الكوسينيس ولا الكورون مثلا إف دو سي la valeur moyenne est 1 sur la période entre 0 et t et f de t de t. Donc même si quand deux fois qu'on a le courant sinusoïdal et en fonction de t un sur t, elle est la valeur moyenne de le courant. Bon, j'ai terminé la يعني المط هو الاساس ديال لا فيزيك. alors منين جبنا هذه؟ جبنا غير من هذا لا تيوريم ديال لا مويان. كيف جبنا لا تيوريم ديال لا مويان؟ il suffit اننا نعتبروا ديما المط راه فيه ان سيرتان كاين في دي تروك اللي خاص مثلا هنا انتيغرال دو ا بي اف دو تي جي دو تي كتساوي هاد اف دو سي ال سيفي اننا نعتبر هاد جي دو تي تيكالا 1. الوغ 1 جي راه بوزيتيف ان راه بوزيتيف بوغني انتيغرابل سير ا بي. الوغ الانتيغرال ديال ا بي ديال اف دو تي فوا 1 فوا دي دو تي ابارتيغ ديال هاد العلاقة هادي اش كتعطينا؟ كتعطينا اف دو سي فوا الانتيغرال دو ا ب فوا جي دو تي اللي هو 1 دي دو تي والانتيغرال ديال 1 هو تي اونتر بي و ا هي بي موانز ا ايتيغال اف دو سي. الانتيغرال ديال هنا هي تي اونتر بي اي ا هي اف دو سي فوا بي موانز ا. الوغ الانتيغرال ديال ا بي اف دو تي فوا ان اف دو تي دو تي هاكو ايتيغال تيغال لا فالور موين دو اف دو سي فوا بي موانز ا. الوغ هنا فجاتنا هاد لا فالور موين اف ديال لا فونكسيون اونتر ا اي بي هي ان سير بي موانز ا لانتيغال اونتر ا اي بي اف دو تي دي دو تي. الوغ هادي هي لا فالور موين ديال ان تي فونكسيون. بون سمحوا لي مكيبانش ليكم هادي هي لا فالور موين ديال لا فونكسيون ديالنا. الو دابا غادي نشوفو اخر حاجه اللي هي لينيغاليتي دو كوشي شوارتز. نشوفو لينيغاليتي سكون ابي لينيغاليتي لينيغاليتي دو كوشي
شوف هاد لينيكاليتي ديال كلشي شوارز. الاولى كانوا عندنا اف اي جي دو فونكسيون بورني انتغرابل دائما انتغرابل في واحد المجال اللي هو ا بي. الوغ لانتغرال انتر ا اي بي ندير اف دو اكس فوا جي دو اكس دي دو اكس سو كاري انفيريور او ايغال الانتغرال دو ا بي اف دو اكس او كاري دي دو اكس فوا الانتغرال انتر ا اي بي ندير جي دو اكس او كاري دي دو اكس. الوغ ديالي نيكاليتي دو كوشي شوارز بوم. الوغ الانتغرال ديال اف فوا جي تو او كاري انفيريور كاع الانتغرال ديال اف او كاري فوا الانتغرال ديال جي او كاري.